يسعد اوقاتكم جميعا. اليوم عندنا مغامره غير شكل، مغامره فوتوغرافيه، نتامل انه يكون فيها مفاجات حلوه ونتائج حلوه كثير كمان. مش بس بتامل، انا متاكد انه راح يكون في عندنا نتائج حلوه وراح نخليكم تستمتعوا معنا بالفيديو. هاي واحد من الاكتشافات اللي احنا عم نكتشفها كمان. امشي بعدنا مش ملاقيين ولا اشي. ساعة ونص ماشيين بالسيارة وبعدنا مش ملاقيين. المغامرة من أولها إشي من الآخر رفع. صراحة بعدنا مش مصورين وبعدنا مش عم بلش نصور ولا عم نعمل إشي من ناحية التصوير، بس بنصح الكل يعمل إشي من الشكل، يطلع على هدف هو مش عارف إيش بده يعمل، وصدقوني بتلاقوا شغلات اللي أنت مش متوقعها. وصلنا لمحل اللي عن جد بأخذ العقل. المكان رهيب صراحة، ألوان ليلكي، أحمر، أصفر، أخضر. طيب طلعوا المحل اللي احنا وصلنا له. اشي صراحة الألوان رهيبة جدا، ليلكي، أخضر، أحمر، أصفر. مع تجانس الالوان هذا الرهيب انا متوقع انه ممكن نعمل نتائج تاخذ العائلة. حالتي عرق وحم وحالي تسالوش. بعد ما حضرنا العيد كلياتها الدنيا حم، احنا صايمين بدون ماي بدون ماي، فراح نحاول نعمل الاشي بسرعة. انا راح اصور بكاميرا مارك 3 5 دي مارك 3 بالعدسه 70-200-28، وفي معي كمان كاميرا اللي هي 7 دي راح اصور بعدسه اللي 16-35. طلع علي انت رمزي شي استخليك زي ما انت طلع علي. ايوه بالضبط هيك بالضبط هيك، هنا ممتاز. لسه احنا عم نصور باتجاه الشمس، رح نشوف الفرق من ناحية النتائج. اما الاضاءة جدا رهيبة، عم بصور بفتحة 2-8 على اساس يكون في عندي عزل اكبر. ارفع راسك لورا، ايوه خليكي خليكي هيك، غمض عيونك، خليكي خليكي ممتاز، خليكي تغيريش، خليكي شوي. راح نستعمل فلاش اللي هو AD200. حاليا مش راح استعمل معه شمسية، راح استعمل بس الفلاش لحاله، خلي الشمسية على جنب. الفلاش مش راح ارفعه كتير، اعطيه اتجاه معين بس على اساس يعوض الاضاءة على الوجه. خلينا نعمل صورة من غير فلاش. حلو، ارجع وقفة نفس الوقفة، وهي كمان واحدة من غير فلاش. طلع علي،
خليكي كمان واحد يمد ايديك. ايوه. طيب احنا عملنا كتير صور تاخذ العقل، وبنصحكم كتير 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 تستنوا لاخر الفيديو عشان تشوفوا الصور اللي طلعوا معنا والنتائج اللي طلعوا معنا. واللي حابب يعمل معي ورشة تصوير مثل الشكل يتواصل معي على قنوات التواصل الموجودة بصندوق الوصف تحت. اول شيء عشان الدنيا صيام ورمضان قلنا بنستغل الوقت بالتصوير ونطلع بنصور وبنتسلى شوي. الطقس جدا حامي، من غير مي من غير اشي. دي مي حرام تعبت، وجه احمر احمر صار، و رح يكون في عنا نتائج كتير 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 حلوة. لسه احنا بطريقنا بدنا نروح، تقريبا احنا باخر الفيديو، محتمل يكون كمان هذا اخر الفيديو هون، وفي احتمال اذا بنلاقي اشي على طريقنا نستغله ونتصور كمان شوي اذا ضل في عند ديما شوية قوة.